الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة فصل لربك وانحر. في هذه الحلقة سنتحدث عن أيام الذبح، كم هي أيام الذبح؟ والسؤال المطروح، إذا خشي الإنسان من الازدحام الذي يقع يوم العيد، خصوصا في هذا الظرف الذي نعيشه الآن وهو ظرف وباء كورونا، فهل يجوز له أن يذبح في اليوم الثاني أو الثالث، يعني اتقاء هذا الازدحام؟ الجواب أن أيام الذبح أربعة، أيام الذبح أربعة: يوم العيد، وثلاثة أيام تسمى بأيام التشريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق كلها ذبح، يعني أيام التشريق كلها يجوز الذبح فيها. فالذبح يبدأ منذ صلاة عيد الأضحى، يعني في ضحى يوم العيد، إلى آخر أيام التشريق، يعني قبل غروب الشمس آخر أيام التشريق. بمعنى عندنا أربعة أيام: يوم عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة، واليوم 11، والثاني 10، والثالث 10. إذا آخر أجل لذبح الأضحية هو قبل غروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة. إذا فالحمد لله هذا الأمر فيه ساعة، فيه أربعة أيام. الأفضل أن يكون في اليوم الأول، فإذا لم يتيسر في اليوم الأول فليكن الذبح في اليوم الثاني، وإذا لم يتيسر في اليوم الثاني ففي اليوم الثالث، وآخر أجل هو اليوم الرابع. والذبح يكون يعني نهارا، لا يكون ليلا، بمعنى يكون بعد الفجر ويكون قبل غروب الشمس، إلا يوم العيد فإن الذبح لا يبدأ إلا بعد الصلاة، لقول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، يعني الصلاة أولا ثم النحر. سنتحدث عن هذا فيما يتعلق بآداب العيد، ولماذا ينبغي للمسلم أن يؤخر الذبح إلى ما بعد صلاة العيد. فلذلك هذه المسألة المطروحة يعني الآن فهي مسألة يعني والحمد لله واقعية ومعلومة، خصوصا وأن وزارة الصحة والمكلفين بأمر الذبح يعني سيعينون الأشخاص الذين سيذبحون هذه الأضاحي، ستكون لهم رخص خاصة، ماشي أي واحد يعني يذبح بدون يعني ما تكون عنده الرخصة، يعني تفاديا والحمد لله لانتقال الوباء وانتقال العدوى. فهؤلاء المعنيون أو المعينون تكون لديهم خبرة وتحاليل خاصة قبل أن يباشروا ذبح أضاحي المسلمين. فلذلك إذا وجد الازدحام في يوم العيد فلا تسارع ولا تجهد نفسك أيها المسلم، فلك الحمد ولك والحمد لله اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع، أيما وقت ذبحت فيه في هذه الأيام الأربعة فهي ذبيحة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، شرط أن يكون فيها الإخلاص لله تعالى، كما قال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء هذا العيد وهذه الأضحية في ظروف صحية تامة، دون منغصات ودون مكدرات، لكي نستشعر إن شاء الله تعالى أجواء العيد. ومن منا يريد أن يعيش أجواء العيد وأحد عائلته مريض، أو أحد عائلته مهدد بالمرض، أو يخاف من المرض، فالحمد لله نسأل الله تعالى أن يشيع هذه الفرحة في جميع بيوتنا، والحمد لله رب العالمين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.